والحقيقه يبدو انه توابع فوز الاهلي بالسوبر على الرغم من انه ده النتيجه الطبيعيه يا جماعه، يعني رغم انه في ناس طبعا بتحاول تصور عكس ده، وانا فاهم طبعا ايه ممكن تكون الاسباب والدوافع. في شغلانتنا اتعلمنا كويس جدا ان احنا نفرق بين المعلومه او الخبر وبين وجهه النظر او الراي الشخصي، وكل واحد ليه مطلق الحريه طبعا انه يعبر عن وجهه نظره او رايه الشخصي بمنتهى الاريحيه ما دام الامر في اطار المعقول والمنطق. لكن من غير المنطقي انه البعض يحاول يصور فرحه الاهلي انها مبالغ فيها وانه سبب فيها انه كسب الزمالك. بالتاكيد فرحتنا ان احنا كسبنا الزمالك فرحه طبيعيه جدا ومنطقيه، بما انه الناس بتقول على الزمالك يعني انه الغريم التقليدي، على الرغم من النتائج بتقول عكس كده خالص. لكن من غير المنطقي انه البعض يحاول يصور انه الطبيعي كان يبقى فوز او نتيجه مباراه طبيعيه والمتوقعه والمنطقيه هيفوز الزمالك، وانه فوز الاهلي بماتش السوبر ده المفاجاه. ده المنطق اللي انا مش قادر افهمه او استوعبه، مع كامل الاحترام طبعا لوجهه النظر دي. وانا شخصيا ممكن يبقى عندي قناعه بيني وبين نفسي ان اللي بيقول وجهه النظر دي او بيطرحها يعني من خلال وسائل الاعلام المختلفه هو شخصيا مش مقتنع بيها، لكن في النهايه ده رايه وليه مطلق الحريه في ان هو يعبر عنه. لكن لما نيجي نتكلم على فكره التفوق سواء كان طبيعي او كان منطقي، يبقى لابد ان احنا نقول لا، الطبيعي والمنطقي جدا انه الاهلي يتفوق. دي النتيجه الطبيعيه لاي مواجهه بين الاهلي والزمالك، مش هاخدك واقول في ال20 سنه الاخيره، عشان ما اروحش لبعيد واستنزف مجهود واخد من وقتك ووقت المشاهد الكريم. انا ممكن اقول لك بس في اخر سنتين، يعني على الرغم ان احنا لو بصينا لاخر 18 نسخه دوري فنلاقي انه الاهلي فاز ب13 والزمالك فاز ب3 وفي 2 اتلغوا. دي نتيجه منطقيه؟ لما نقول على مستوى افريقيا الاهلي حقق كام لقب سواء دوري ابطال او كونفدراليه او سوبر افريقي، والزمالك حقق كام لقب، نشوف ايه المنطقي وايه الطبيعي. لما نقول على مستوى مشاركات الاهلي في كاس العالم، ممكن يعني بكل الحسابات تعجبها كده تجيلها كده، النتيجه الطبيعيه فوز الاهلي. لكن تعال اخدك لاخر سنتين وتعال نشوف المواجهات المباشره، مع العلم ومع الاخذ في الاعتبار انه الاهلي في اخر سنتين دول لعب عدد ماتشات اكتر بكتير جدا من نادي الزمالك. وماتشات ايه؟ مش مع اي حد، انت بتتكلم على الاهلي لعب في مواجهات رسميه مع عتاوله العالم، يعني مع ابطال كل القارات. اوروبا لعبنا بايرن ميونخ، أمريكا الجنوبية لعبنا بالميراس مرتين، مرة كسبناه ومرة تفوق علينا. بطل كونكاكاف بطل المكسيك مونتري لعبنا معاه وكسبناه، الدحيل القطري كسبناه، الهلال السعودي كسبناه. ده غير شوية ماتشات كتير جدا بقى مع عتاولة قارة أفريقيا، إشي مرة وداد ونكسبه ذهابا وإيابا، إشي مرة ترجي نكسبه ذهابا وإيابا، رجاء مغربي، نهضة، بركان، صندق. يعني كل ده في خلال السنتين دول بس 7 ماتشات جمعوا بين الاهلي. هات ورقه وقلم كده واكتب معايا 7 ماتشات لعبهم الاهلي ضد الزمالك. تمام؟ 7 ماتشات، 7 مواجهات جمعت بين الاهلي والزمالك في اخر سنتين. كانت النتيجه فيهم لصالح الاهلي في 4 مواجهات. لعبنا طبعا اهم مواجهه في تاريخ الناديين القاضيه، ممكن نهائي دوري الابطال النجمه التاسعه، وكان التفوق فيها لصالح الاهلي بهدفين سجلهم عمرو السولية ومحمد مجدي قفشه. المباراة الثانية كانت في الدوري وكانت خماسية طبعا تاريخية ما نقدرش ننساها. في مباراة ثالثة كانت نتيجتها 2-0 اللي هي ماتش السوبر، ومباراة اعتقد في الدوري برضو كسبناها بنتيجة 2-1. دول 4 ماتشات كسبهم الاهلي، ومباراتين انتهت نتيجتهم بالتعادل، ومباراة وحيدة فاز بيها نادي الزمالك هي مباراة نهائي الكاس. يعني حتى لما ارجع لاخر سنتين مش لاخر 20 سنة، الطبيعي جدا النتائج والارقام بتقول انه الاهلي طبيعي جدا ان هو يتفوق على نادي الزمالك. ده بس كان رد شيء بالشيء يذكر، لانه حتى في ظل عوده الاهلي المستوى الطبيعي، على فكره احنا ما كسرناش الدنيا يعني قناعتي الشخصيه انه الاهلي قدمه في ماتش السوبر ده الطبيعي جدا، او عوده الاهلي لشكله والمستوى ادائه الطبيعي جدا، واللي راهن عليه ان شاء الله والايام بيننا.